في تريندينج لليوم تصدر في الأردن هاشتاج إلغاء الحظر الشامل والجزئي موقع التواصل الاجتماعي تويتر. الأردنيين طالبوا عبر الهاشتاج إلغاء الحظر الشامل والجزئي خصوصاً بعد انتهاء حظر الانتخابات اللي تم تطبيقه من مساء الثلاثاء وحتى صباح اليوم. وبين وزير الإعلام العايد أن الحكومة ما اتخذت أي قرار بخصوص فرض حظر شامل طويل، مؤكداً بقاء العمل وفق الترتيبات والإجراءات الحالية اللي تم الإعلان عنها سابقاً. طبعاً بطبق الأردن حظر شامل في كل يوم جمعة لحتى نهاية سنة 2020، بالإضافة لحظر جزئي يومي من الساعة 10 مساءً وحتى السادسة صباحاً. خلينا نشوف مع بعض كيف تفاعل الأردنيين مع الهاشتاج. أول مرة في الحياة بننتظر يوم الأحد. تغريدة من رانيا فرفطت روحنا فعلا. أما أمجد بيحكي البلد تشبعت بالكورونا صحيح، لكن الحظر الشامل ليس هو الحل. الحظر في الأيام الماضية ما كان له أي نتيجة، بالعكس الأعداد لم تنقص للأسف. الناس أكثر حاجة للعمل وكسب قوت يومها بدل الفقر والنكد اللي إحنا عايشينه. محمد بيحكي الحظر يعني مصاريف زيادة وأكل زيادة وضغط زيادة ونفسية مش منيحة. الاقتصاد بده سنين يتعافى من اللي صار، صرنا على حافة انهيار اجتماعي.